بص يا كابتن، خلينا اكلمك على يعني 5 اسباب ادوا ان انت توصل للامر ده. خلينا نبقى منصفين ونتكلم كلام صح ونحط النقط على الحروف. يعني اول حاجه، انت عندك ضعف في التنظيم الدفاعي. طبعا واضحه، لازم نعترف بكده، واضحه من هنا. يعني فرقه النادي الاهلي بيدخل فيها جون سهل، ودي جديده على النادي الاهلي. يجب ان كولر يعرف يشتغل شغل فردي ويثبت المدافعين كتير. عندك المشكله في ايه؟ انك متولي يلعب مع منعم، وبعدين منعم متولي يطلع يلعب مثلا ياسر يطلع يلعب بقى رامي يطلع سرد باكات وحراسه المرمى. والسرد باكات ان الاماكن الوحيده اللي لازم يبقى فيها تثبيت، ده رقم واحد. رقم اتنين، عدم معرفة كولر بأسرار أفريقيا. أفريقيا ليها أسرارها، يجب تتقله صح. بمعنى أنه وأنت رايح تلعب في جنوب أفريقيا لازم تعرف أن في إجهاد الظهر، لازم تعرف أنك لازم تريح اللعيبة في ماتش المقاولين، حاجات كتير قوي، لأنك لعبت ماتشات كتير قوي. طب لحظة، هو دي يا كابتن عادل لا صعب، هو دي واحدة ماشية. هل دي امور يجهلها هو؟ ايمن لو يجهلها حتى مش طبيعي الناس اللي معاك تقول له؟ اكيد صح؟ مش طبيعي ايه؟ الناس اللي معاه تقول له افريقيا فيها كذا كذا. بص يا كابتن، وده على فكره هو مش غلطه هو. لو انا ماشي معاك، لو هو يجهل ايه يعني ايه افريقيا وكده، الطبيعي الناس تقول له خد بالك من افريقيا كذا والسفر. بس في حاجه في النهايه كامل سنه عادل، بس سنه واحده هو برضه مدير فني، هو قراره. انا فاهم، احنا مش عارفين الناس بتقول له ايه. يعني خليني احط النقط على الحروف عشان انا ده وجهه نظري. طيب انا بتكلم على الاسرار في ايه؟ اللعب الاوروبي حاجه، وانك تروح تهاجم الفرقه ويتهاجمك، تروح تلعب في البلد دي يهاجموك وانت في البلد الثانيه يهاجموك، لدرجه ان الاتحاد الاوروبي شال الهدف بهدفين. ليه؟ لانه ما فيش فرق ما بين الملعب ده والملعب ده. ليه ما فيش فرق؟ لانه بيلعبوا في اجواء واحده، ملاعب جيده واحده، تحكيم جيد واحد، امكانيات عاليه واحده، لياقه بدنيه عاليه، لان كلهم متساويين بيلعبوا في الدوريات بتاعهم زي بعض. لكن انت بتتكلم اختلاف كبير قوي، مسافات بعيده، حاجات كتير من هذا المطلوب. فهو المفترض انه يعرف اسرار، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة بقى اللي هو ضغط المباريات وعدم التدوير الصح. ده وجهة نظري. ازاي؟ كان يجب انك التدوير بتاعك يجي في وقت في تدوير وفي تحضير. انا احضر لعيبة ثم ادور في اللعيبة. احنا عملنا التدوير قبل التحضير. بمعنى التدوير بيبقى اخر السنة دائما، التحضير بيبقى بدايه السنه، بوسع قاعده اللاعبين. انا هقول لك حاجه، قول لي مين الراس حربه الاساسي؟ ما عندناش. قول لي مين السرد باك الاساسي؟ قول لي مين الديفندر الاساسي في الثلاثه اللعيب؟ الاماكن اللي معروفه اساسي فيها الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم باك ليفت، وعلي معلول ومنعم بيلف حواليه. فكره القدم محتاجه الاستقرار يعني والتريث في انك تدي اللعيب. يعني على سبيل المثال الراس حربة، وانت راجل كنت راس حربة كبير، وكابتن شريف كان راس حربة برضه، كان يعني بيلعب قدام. ثقة اللعيب الراس حربة ممكن ما يجيبش جون ماتش اتنين تلاتة اربعة، يجب تحافظ عليه عشان ياخد ثقته المباريات ويلعب. مفيش تلاتة اربعة راس حربة بيبقوا فرقة واحدة، واحد او اتنين. انت عندك 4 لعيبة راس حربة، عمال تدور فيهم مش لاقي واحد فيهم. من وجهه نظري شريف يلعب الزمالك يجيب جونين يقعد الماتش اللي بعده وبعدين يلعب تاني. اول السنه شادي جاب الجون الاولاني وبعدين قعد الماتشات اللي بعديها. كهربا جه كل ما ينزل يجيب جون بعدين ياخد احتياطي في الماتشات كتير قوي. فاللي انا عايز اقوله يا كابتن ايمن ده السبب رقم 3. السبب رقم 4 بقى عدم ثقه اللاعبين يا كابتن. عدم ثقة اللاعبين نفسها. دي سببها يا كابتن؟ هقول لك. انت بتلعب في النادي الاهلي؟ لا هقول لك. كابتن بص يا كابتن، عايز يعني حتة انك بتلعب في النادي الاهلي دي لازم يعني تبقى حذر فيها في امكانيات اللاعبين. انت دلوقتي في احتراف،
يعني بمعنى انك انت بتجيب لاعبين كتير يا كابتن وبتجيب لعيبه من بره، الكواليتي بتاع لاعب النادي الاهلي المفترض يبقى شخصيته قويه. عدم ثقتهم عشان تغييرهم انت لازم تبقى واقعي، انا لازم كمدير فني ادرس شخصيه اللاعبين اللي عندي والعب عليها، بمعنى في واحد شخصيته قويه اكلمه بقوه، في واحد شخصيته اضعف اكلمه بلين شويه، انت فاهمني؟ فالسبب اللي هنا ايه؟ سبب مشترك في كل حاجه. ده رقم ايه؟ رقم اربعه. رقم خمسه بقى عدم دراسه سان داونز كويس. انت ما درستهاش كويس، انت ما عرفتهمش، بدليل اديك دليل انه ما درسوش كويس الماتشين مش الماتش الواحد. يوم ما جبت الجون الفوز هنا في مصر الملعب زيه زي عادي كانك ما جبتش، كان يجب في اللحظه دي واحد يقف، يقع تنزل حمدي فتحي، واحد يقع عشان يوقف الملعب، عشان دي فرقه تقيله برضه، فرقه كويسه هجوميا، لازم اشتغل كده خلاص. شمال افريقيا الفكر ده، اوقع واحد وانزل ادي تعليماتي لو الموضوع سريع، وانزل حمدي فتحي واعمل زون كويس دقيقتين ثلاثه يتسلل لهم الياس ان هم بيلعبوا بره ملعبهم ومغلوبين واحد زي ما عملوا معاك النهارده، تقدر تجيب الجون الثاني والثالث والرابع، لكن انت خليت زي 2-1 زي ما كنت 1-1. اسلوب وفكر الراجل مختلف في الحياه يا كابتن، مفيش حاجه اسمها فكر كابتن، مفيش حاجه. احنا شفناها انت قلت نفسك ايه الموضوع ده اتكرر في 3-4 ماتشات، كان المفروض الفلسفه تتغير في اداره المباراه ما اتغيرتش كابتن. الموضه مش في المدرب، الموضه في الكوره نفسها، يعني البرتغاليين شرس قوي فاهمني، كلهم كده. المدرب اللي بيغير بعد ال 71 والدقيقه ال 71 وال 72 في مباريات كتير تعرف ان هو بيحب الاستقرار، يعني بيحب اللعيبه تاخد الثقه وتلعب، انت فهمتني؟ فانا اللي انا عاوز اقوله لك يا كابتن، انا يعني انا ماليش دعوه بالاسلوب، بس انا بقول لك انا من وجهه نظري ان ما درستش سان داونز كويس. بس هو ده اهم جمله انت قلتها. انت اهم حاجه النهارده، انت عايز ايه كويس؟ انت ايمن عايز ايه المباراه؟ انا عايز النهارده على الاقل اتعادل، والماتش لم اعد العده على الاقل اتعادل. لا ده انا فتحت الجيم الدنيا بتستلم زي ما هي عايزه، اديك دليل ثاني معلش يا كابتن. ناس بتلعب في بيتها وقاعده مستريحه وانت جاي من ارهاق غير عادي، ايه اللي قال لك عليها عادل دي؟ انت لم تعد العده صح كابتن بالنسبه لفرقه زي دي. اديك حاجه ثانيه يا كابتن، اديك حاجه ثانيه، انت ماتش الداخليه عشان اوريك نفس الموضوع يا كابتن. مفيش حاجه اسمها في كره القدم في الوقت الحالي انك انت تكسب بنمط واحد، لازم تبقى متغير. ليه متغير؟ عشان انا لو حفظتك خلاص، يعني من امتى الداخليه ممكن تهاجمك هي 10؟ لا بس دي كانت اخطاء فرديه، انا لو مدير فني وفرقه بتلاعبني 10 لعيبه وانا فارق عنها وكسبان 1-0 وناقص 5، مش هقول لهم تعال ارجع قفل الجيم. ولا قلت ارجع لا دي كانت اخطاء تماركس سليم، اخطاء وهي بس للاسف زي ما قال الكابتن علاء هي اخطاء متكرره. اخطاء كان مين؟ لازم انها تعالج. اخطاء مين؟ يعني اخطاء لعيبه في الملعب. لعيبه مين؟ لعيبه النادي الاهلي. ما هو لعيبه النادي الاهلي يا كابتن لازم المدرب لما يخطئوا ما تبقى مش حلوه في حقه. بص طول ما انا واقف على الخط كمدرب انا طول الوقت اتحكم في فرقتي، لما تقول لي خطا لاعب يبقى خاطئ انا كمدرب. ما ينفعش تقول خطا لاعب، اللاعب ما بيخطاش الا المدرب اللي بيخليه يخطا. احنا بنقولها مجازا كده لان المكسب للاعبين والخساره لا بس مش مجازا يا كابتن عادل. لا يا كابتن عادل ايوه انا ممكن لحظه واحده بس يا جماعه، بس انا عايز اقول حاجه. نعم. هو في اخطاء ايوه في اخطاء فرديه طبعا، شفتني خلاص يا كابتن في اخطاء فرديه، في اخطاء فرديه يا كابتن، ولكن الاخطاء الجماعيه في طريقه دفاع النادي الاهلي في معظم الماتشات موجوده، حتى في كاس العالم كانت موجوده. انا عايز اكمل بس وجهه نظري يا كابتن عشان ما تفهمش غلط. اتفضل. بص يا كابتن، انت لما تيجي تقول لي انا ماتش الداخليه ويدخل فيا هدف
ماتش الداخليه ويدخل فيها هدف يا كابتن ايمن، اقدر اقول لك الخطا كان فين. انا لو مدرب هلاعب الناس على الطرف وهقفل في وسط الملعب بتاعي وانا عارفهم مش هيجولي الا على مضض، هم جولك بكره واحده حلوه يا كابتن، استعجل انا اجيب الجون الثاني والثالث والرابع امتى؟ لما يطلعوا لي، مش هيطلعوا لك. فهو استيميشن بينك وبين المدرب. انا مش بتكلم، انا بكلمك على المفروض يحصل. فانا قلت لك الاسباب بتاعتي، منها السبب اللي هو عدم دراسه سان داونز، فجبت لك مثال الداخليه لانك المثال اللي بعده سان داونز كان بعد الداخليه. يعني اللي انا اقول لك، يعني انت ما استفدتش من الداخليه، من الاخطاء، من خطا. ما انا بقول ده اللي انا بقوله لك، انا ليه جبت لك سان داونز؟ انت بتقول لي سبب لاعبين. طب واللاعبين اخطاوا المره الاولانيه، انت فين المره الثانيه اللي هو سان داونز؟ النهارده اللي حصل النهارده لازم تعرف كالاتي. انا يمكن قبل الاستوديو يا كابتن كنت بقول، وكنت دايما اقول لك انا مش بمهد، انا مش بمهد، انا مش بمهد، بس انا حاسسها من تحضير المباراه نفسها. انت بتعد سان داونز في سان داونز رايح على الكاميرون، اجهاد ما بعده اجهاد، ما عندكش الا باك رايت وباك ليفت، علي معلول ومحمد هاني، اكرم متعور، ما عندناش باك رايت اخر الا خالد ممكن يلعبها على مضض، ان او خالد كان متعور، علي معلول